استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة أول إعلان للرئيس عبد المجيد تبون في أول خروج ميداني له، فالرهان بات على أفكار الشباب وطاقات هذه المؤسسات للدفع بعجلة النمو الاقتصادي، خطوة بمنظور المقاولين الشباب المشاركين في معرض الإنتاج الوطني تصب في الاتجاه الصحيح. الهدف الأول تاع الوزارة هذه من وجهة نظري لازم يكون هو تسهيل ولا توفير مناخ للمؤسسة الناشئة هذه باش تقدر توبتيميزي في الخدمة نتاعها. شخصيا نرحب كثير بهذا القرار، يفابورتي اون فالور اجوتي للجزائر. احنا على بالنا بلي بون لو شيفر ني با اكزاكت، مي اكثر من 50% من الشركات عبر العالم سيتي ستارت اب، بين يكونوا شباب اللي يحكموا، باسكو القرار مليح يكون بالك سي با لو بروميي قرار اللي حيكون في لو دومين هذا، مي لابليكاسيون تاعو ماذا بينا تكون بوكو بلوس ابليكي مع لي جون، باسكو لي جون هما اللي راهم في التيران. ابتكار نماذج جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع السوق المحلية إلى جانب إضفاء الشفافية في التعاملات المالية هي أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي. كاين جانب استراتيجي يعني ونظرة استراتيجية الدولة، فاليوم ما يخفاكش أن الجزائر ممكن غابت شوية على الساحة الدولية، وحضور شباب اليوم عندهم إمكانية أنها تعطي صورة جديدة للجزائر، فهذا راح يستقطب استثمارات من جهة، وراح يعرف بالمنتوج الجزائري وبكفاءة الجزائريين. فبالنسبة لي الرقمنة هو نوع من العولمة. اليوم العالم راه ولا قرية واحدة، وإحنا ما يخصنا والو باش ندخلوا القرية هذه باش نعرفوا على نفسنا ونعرفوا الكفاءة تاعنا. الارتكاز على الاقتصاد الرقمي في الجزائر من شأنه أن يحرك الاقتصاد الوطني في حال تجسيد هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع.